الروح القدس الإله الاختنين. ناس بيسألوا الاجتماع المقبل امتى؟ يوم الأربع اللي جاي على طول يعني، لأن احنا غيرنا مواعيد السفر بحيث ما نقعدش هناك مدة طويلة، يبقى عادي الأسبوع الجاي عادي. سؤال: كيف قام المسيح ودحرج الحجر ولم ينتبه الحراس ولم ينزعج؟ هو الحجر لم يدحرج لكي يقوم المسيح، المسيح هرب من القبر والقبر مغلق والقبر والحجر لم يدحرج. الحجر دحرج فيما بعد لكي يساعد النسوة على رؤية القبر الفارغ فيؤمنوا بالقيامة. كونوا انه خرجوا والقبر مغلق زي ما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة، زي ما دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة، كل دي لا تحدث صوتا، وممكن ما يكونوش شافوا حاجة. واحد بيقول: أحب حياة الرهبنة وأيضا أحب الخدمة، فهل توجد في الرهبنة حياة الخدمة؟ وهل يعيش الراهب داخل الدير حياة الخدمة؟ طبعا في السنوات الأولى بيعيش حياة الخدمة، خدمة الدير مش خدمة أهل العالم. واحد بيقول: في سر الاعتراف، هل يكون الاعتراف للأب الكاهن عن الخطايا والآثام فقط أم كل شيء في حياتي يجب أن أسرده مثل المشاكل العائلية أو الشخصية؟ على كيفك، المهم أنك أنت يعني ما تكتمش حاجة تتعب ضميرك. لكن إذا قعدت تحكي كل حاجة الكاهن مش هيلاقي وقت برضه تعمل حسابك إزاي الكاهن وقته يساعد. سؤال: من أين علمنا أن اللص اليمين هو الذي ذكره الرب يسوع في الملكوت ولم يحدد الكتاب المقدس أيهما الذي تاب؟ هو أخذ هذا الأمر عن التقليد، عن التقليد تراديشن يعني، مش بس إنه اللص اليمين ده اسمه أيضا ديماس اللص، وثانيا من قول المسيح في متى 25 انه هيخلي الابرار عن يمينه والاشرار عن يساره. وعلى اي الحالات دي مش مشكلة كبيرة يعني، المهم ان في واحد من اللصين امن. سؤال: أين توجد عصا هارون؟ السؤال ده سؤال قبل كده كتير. عصا هارون توجد في تابوت العهد، يبقى السؤال بعد كده أين يوجد تابوت العهد؟ الأحباش بيقولوا إنه يوجد عندهم، وأنا لما زرت الحبشة من قيمة حوالي 30 سنة
قلت لهم فين تابوت العهد؟ قالوا لي ورا الحيطة دي. وطبعا ما شالوش الحيط علشان اشوفها، فسكت. سؤال: سمعت من احد الاباء الكهنة في شريط عزاء النفوس يقول عندما يموت الانسان تنفصل روحه عن جسده وتبقى الروح حوالي تلت ساعة تلت، والروح تشوف الجسد وتكون في مصارعة مع الشياطين ومع الملائكة، وإذا كانت الروح بره تنتصر على الشياطين وتصعد مع الملائكة في مكان الانتظار. ما رأي قداستكم من هذا الخوف؟ أولا، الأب ده مراجعه جابها منين؟ يعني الكلام اللي جابه ده ايه مراجعه؟ لا موجود في الكتاب المقدس ولا موجود في قوانين الكنيسة، فجاب الكلام ده منين؟ أحب أن الآباء الكهنة لا يعلمون من على منبر الكنيسة إلا الأمور العقائدية الثابتة في عقيدة الكنيسة، لكن أي فكرة تيجي على مخه يقولها للناس ويتبلبل فكر الناس من أجل كلام لا مرجع له أمر غير لك. وش معنى تلت ساعة؟ ما يكونش ليه 15 دقيقة، ما يكونش ليه دقيقة واحدة، ما يكونش ليه ما فيش دقايق خالص؟ كلام. سؤال: هل موت المسيح على الصليب مثل موت الإنسان، أي مفارقة النفس والروح للجسد؟ وما هو الموت الكفاري؟ هو موت المسيح هو ما فيش غير موت واحد، سواء كان موت كفاري أو مفارقة الروح للجسد. بس فيما مات إن روحه فارقت جسده قدم كفارة عن خطايا جميع الناس في جميع العصور. مفارقة الروح من الجسد زي ما قال في يا أيها الآب في يديك أستودع روح، يعني خرجت روحه من الجسد. واحد بيقول رجاء الرب: هل شرب الأبركة التي تباع في الأديرة والكنائس شربها في المنزل حرام أم لا؟ مع العلم بأنها لا تعمل إلا من الزبيب فقط. لما أنت تشرب الأبركة في البيت مش هتشعر بالقيمة لما تتناولها في الكنيسة، يعني لما يكون انت ما بتتناولش الا في الكنيسة من هذه الأبركة التي تتحول، يبقى شعر ان دي بتاعت الكنيسة فقط. لكن لما تاخد منها في البيت عادي ساعة المناولة مش هتشعر بالفارق. عقيديا موجود، لكن عمليا حاجة ولفت عليها. ونلاحظ ان ربنا اراد ان مثل هذه الامور تكون خاصة بالوضع الكنسي فقط. يعني مثلا في خروج إصحاح 30 لما تكلم عن المسحة، زيت المسحة المقدسة الأنوينتينج أويل، واتكلم عن البخور، قال إن الحاجات دي لها تصنع في البيت، وإدى عقوبة لمن يصنعها في البيت. ففي حاجات لازم تكون
بتاعت ربنا وما تستخدمش إلا في نواحي كنسية محضة عشان الإنسان ما ياخدش عليها ويشعر إنه لا فرق. سؤال: كيف نشعر بوجود الله في وسطنا؟ هل لدينا المقدرة أن نراه أمامنا بالحواس الجسدية؟ لا طبعا، لكن الإحساس بوجود الله دي حاجة روحية في القلب. بالإيمان، وطبعا دي حالة روحية مش أي إنسان ممكن يصل إليه. نكتفي بالأسئلة دي. ونحن نحتفل بقيامة المسيح، والاحتفال بقيامة المسيح يشمل 40 يوم كلهم. نود أن نتكلم على أن قيامة المسيح كانت ضرورة لازمة ولا بد منها. المسيح من صلبه إلى قيامته كانت أمامه 3 مهام أو 3 مسؤوليات. مسؤولية أثناء الموت، ومسؤولية ما بين الموت والقيامة، ومسؤولية بعد القيامة. المسؤولية اللي أثناء الموت هي الفداء. كيف يقدم فداء عن البشرية الخاطئة من أول ما أخطأت إلى آخر الدهور؟ والمسؤولية اللي ما بين الموت والقيامة هي تبشير الذين رقدوا على رجاء ونقلهم من الهاوية إلى الفردوس. والمسؤولية اللي بعد القيامة هي اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. أول حاجة في إن القيامة كانت ضرورة، إن المسيح هو الحياة. قيل في يوحنا 1: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. وقال لمريم في قصة إقامة لعازر: أنا هو القيامة والحياة، في يوحنا 11. وقال للتلاميذ في يوحنا 14: أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا كان هو الحياة وفيه الحياة، إذن ما كان ممكنا أن يستمر في الموت. الحياة التي فيه كانت أقوى من الموت الذي خضع له بإرادته. لذلك كان لابد أن يقوم. والذي أقام آخرين ليس من المعقول أنه لا يقوم، وخصوصا أنه أقام آخرين بمجرد الأمر. أيها الشاب لك أقول قم، يا صبية قومي، لعازر هلم خارجا بالأمر. كانت قيامة المسيح ضرورة لأنه وعد بها. والسيد المسيح
لابد أن ينفذ مواعيده. قال لهم ابن الإنسان سيسلم لأيدي الخطاة، لأيدي رؤساء الكهنة، يصلبونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فما دام وعد بالقيامة إذن لابد أن يقوم، لأن مش معقول المسيح يعد بشيء ولا ينفذه. ودي موجودة في متى 16 ومتى 17 ومتى 20. ولهذا الملاك لما بشر بقيامته قال لهم ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال لكم، يعني زي ما وعدتكم بالقيامة هو قام. وكانت قيامة المسيح ضرورة لأن في نبوة عنها في العهد القديم، والسيد المسيح بعد القيامة شرح للتلاميذ ما قيل عنه في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، وخصوصا نبوة يونان النبي، كما إن يونان قضى في جوف الحوت أياما ثم خرج، كذلك المسيح يقضي في القبر ثم يخرج. قيامة المسيح أيضا كانت في سلطانه، يعني في سلطانه. هو قال في يوحنا إصحاح 10 لي نفس أنا أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضا، يعني قيامته كانت في سلطان. وقيامته كانت في سلطانه دي نقدر نقول أيضا إنه كان لابد من القيامة، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فبقوة لاهوته كان لابد أن يقوم. ولذلك فإن روحه بعد الموت كانت تقوم بعمل من أجل الراقدين على الرجاء، وفتحت باب الفردوس وأدخلت هؤلاء وأدخلت معهم اللص. والموت بالنسبة للسيد المسيح كان وضعا مؤقتا لأداء رسالة معينة، وهي رسالة الفداء. فلما أدى هذه الرسالة لم يصبح مجال لهذا الموت إذن، فكان لابد أن ينتهي وينتهي بالقيامة. وكان لابد أن يقوم المسيح لأنه ليس إنسانا عاديا، إنسان عادي تنتهي حياته بالموت وقصته تنتهي بموته، فمش ممكن. المسيح ما كانش إنسان عادي. كان أيضا من اللازم أن يقوم السيد المسيح لكي يعزي التلاميذ، عنده رسالة من جهة تلاميذه الذين خافوا وأغلقوا على أنفسهم من العلية، كان لابد أن يعطيهم رجاء ويعزيهم ويخرجهم من هذا الخوف الذي كانوا فيه.
والذين شكوا في قيامته كان لابد أن يعالج شكوكهم ويظهر لهم أنه قام، ليس فقط كما فعل مع توما بل أيضا كما فعل مع كل التلاميذ. قال لهم: لماذا تقول هذه الأفكار في عقولكم؟ لما فكروا أنه مجرد روح لما ظهر لهم، قال لهم: جسوني وانظروا إن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. أيضا كان يقوم المسيح لكي يعالج خجل وتعب واحد زي بطرس اللي سبق أن أنكره، وربما جال في ذهن هذا الرسول قول السيد المسيح: من أنكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. فأراد أن يشعره بأن رسوليته كرسول لا تزال قائمة، فظهر له بعد القيامة وقال له: ارعى غنمي وارعى خرافي. وكان أيضا يعزي الذين يبكون، كان لازم يعزي الذين يبكون والتعابة ويمسح دموع المجدلية وأمثالها. وأيضا لم يكن لائقا أبدا أن تكون آخر صورة يراها التلاميذ في حياته هي صورة الشخص المصلوب المهان المعير المتألم. لازم يعطيهم صورة جديدة يرونها وتنطبع في أذهانهم، هي صورة القائم من الأموات الممجد في قيامته. بل صورة أخرى فيما بعد أعطاها لهم هي صورة الصاعد إلى السماوات لا تقوى عليه قوانين الجاذبية الأرضية، لأن له الجسد الممجد الذي لا يخضع للجاذبية الأرضية. فكان لابد أن هو يعطيهم صورة عنه غير صورة الصلب والألم والتعيير، وكان لابد أن يقوم لكي يكون باكورة الراقدين، يعني باكورة الذين يقومون من الموت قيامة لا موت بعدها. فمن قبل كل الذين أقيموا من الأموات ماتوا مرة أخرى وينتظرون القيامة العامة، لكن السيد المسيح أراد بقيامته أن يعطي صورة أو عقيدة عن القيامة التي لا موت بعدها، وهي القيامة بالجسد الممجد. وكانت قيامته أيضا ضرورة لتبكيت اليهود الذين طلبوا صلبه كفاعل إثم كخاطئ، وفضلوا عليه مجرما مثل باراباس. فلو كان فعلا خاطئا يستحق الموت ما كان قد قام، وقام وحده دون أن يقيمه أحد منتصرا على الموت. فكان هذا ضرورة لتبكيت اليهود وبالتالي لكي يؤمنوا. وهكذا عندما بشر التلاميذ بالقيامة لامهم رؤساء اليهود وقالوا لهم: أنتم ملأتوا الجو كله بقيامة هذا الرجل، وانتم تجعلوننا مطالبين بدم هذا الانسان.
مطالبين بدمه لأنهم طلبوا صلبه بدون إثم أو جريمة، فكانت قيامته تصحيحا للأوضاع في أذهان الكل، في أذهان التلاميذ وأيضا في أذهان اليهود. وكان لابد أن يقوم المسيح لكي يقدم للتلاميذ أسرار الكنيسة، يعلمهم الأمور المختصة بملكوت الله زي أسرار الكنيسة، من ضمنها مثلا سر الإفخارستية. إذا كان بولس الرسول ولم يكن واحدا من الاثني عشر ولم يحضر الأربعين يوما التي بعد القيامة، قال في كورنثوس الأولى 11: لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أنه في الليلة التي أراد فيها أن يسلم نفسه عنا أخذ خبزا على يديه الطاهرتين إلى آخره، وشكر وبارك وقسم وأعطى إلى آخر هذا. فطبيعي كما أنه سلم هذا السر لبولس الرسول، سلمه أيضا للإثني عشر. ولذلك عبارة اصنعوا هذا لذكري، كيف يصنعون هذا السر العظيم إن لم يكن قد سلمهم؟ كيف يمارسون هذا الأمر؟ وبالتالي أيضا سلمهم المعمودية وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. سلمهم سر المعمودية وسلمهم سر الإفخارستية وسلمهم أيضا سر الكهنوت في قيامته، نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. بل سلمهم أيضا الكرازة والتبشير والتعليم، كل دي في الأربعين يوم بعد القيامة. فقال لهم: اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. فأعطاهم الرسالة والتعليم والكرازة والتبشير والأسرار المقدسة. بل أيضا كان لابد أن يقوم لكي يشرح لهم كل ما ورد في العهد القديم عنه. وهكذا قيل في لوقا 24: إنه فتح أذهانهم لكي يعرفوا كل ما كتب عنه في ناموس موسى وفي الأنبياء وفي المزامير. بيشرح ليهم كل الرموز وكل النبوات وكل الأسرار. وهكذا كان يقويهم في الإيمان، وكان لابد أن يقوم لكي يقويهم في الإيمان، بل يسلمهم الإيمان حسب العهد الجديد. ولهذا نجد أن بطرس الرسول في كثير من عظاته أو كلماته يربط بين العهد القديم والعهد الجديد، ويشرح كما كتب وكما قيل. كان لابد أن يقوم
لكي يمنح تلاميذه سر الكهنوت، ولكي يمنحوه هم أيضا لغيرهم، ويستمر هذا السر على مدى الأجيال. وهكذا كانت قيامته لازمة لتأسيس الكنيسة، لتأسيس الكنيسة. لأنه لولا القيامة لضاعت الكنيسة كلها، لكن بالقيامة شعر التلاميذ أنهم في حمى إله أقوى من الموت، ولذلك لم يعودوا يخافون الموت أيضا، لأنهم آمنوا أنه بعد الموت توجد القيامة، وظلت هذه الصورة ثابتة في أذهانهم طول مدة كرازتي. أتفضل صلى. Thank you.